بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الايه السيمبتوماتولوجي. تمام، اول حاجه عندي اسباب الديفنس، اسباب الديفنس اللي هو اسباب الكوندكتيف هيرنج لوس. سؤال بيجي نظري مهم جدا جدا جدا، اسباب الديفنس ده يا اما يبقى كوندكتيف او ميكسد او سنسوري نيورال، صح؟ طيب ايه اسباب الكوندكتيف هيرنج لوس؟ يعني ايه اسباب، يعني ايه اللي يعمل لي كوندكتيف هيرنج لوس؟ يا اما مشكله في الاكسترنال كانال او الاكسترنال اير او مشكله في الميدل اير، صح؟ مشكله في الاكسترنال اير يبقى عندي ايه يعني؟ يبقى عندي كونجنتال اتريزيا مسدوده زي ما كنا خدنا اول مره، تبقى يا اما يونيلاترال او بيلاترال او فيها واكس، ماشي؟ او في فورم بودي او في انفلاميشن في الاكسترنال اير اللي هو قطاتس اكسترنال سواء كان لوكالايزد او ديفيوز، ماشي؟ او عندي تيومر شبه اللي كنا بنسميه بلاين تيومر او مالجنت تيومر اللي هو كان اسمه اكزوستوزس او ايه؟ او كانسر في الاكسترنال اير، ماشي؟ تاني حاجه الميدل اير، يا اما يبقى عندي كونجنتال انومالي، يا اما يبقى عندي درام بيرفوريشن اللي هو تمبانيك ممبرين بيرفوريشن او ادهيجن نازل في بعضه، او عنده فايرال انفكشن في التمبانيك ممبرين اللي هو كان جاي نتيجه الانفلونزا فيروس، او تيمبانوسكليروز التمبانيك ممبرين ايه متصلب كده ومتخشب، ماشي؟ وعليه كده نقط بيضاء. طب بعد كده عندي حاجه اسمها تمبانيك كافيتي. التمبانيك كافيتي يا اما يبقى فيه انفلاميشن او تروما او تيومر. انفلاميشن يبقى اكيوت او كرونيك، او الكرونيك ده كان متقسم لسكريتوري وايه وسابورتيف، تمام؟ اللي هو كنا بنسميه نون سابورتيف او ايه او سابورتيف. طب او عندي حاجه ثانيه اسمها اديزيف واتريكتيزيس، ده برضو موجود عندك كده كانيوميريت في النون سابرتيف، في النون سابرتيف. طب بعد كده عندي التروما، التروما اللي موجوده في الميدل اير كانت موجوده نتيجه ايه؟ فراكشر في التمبرال بون، صح؟ كان التمبرال بون دي كانت بتعمل لي ايه؟ كان اللونجيتيودنال فراكشر في التمبرال بون كان بيعمل لي هيمو تمبانال، تمام؟ كان بيعمل لي كوندكتيف هيرنج لوس. طب التيومر اللي هو الجلوموس والكارسينوما برضه يعمل لي كوندكتيف هيرنج لوس، اي حاجه في الميدل اير. طب الاوسيكلز يا اما يبقى مش موجوده خالص ابسنت، او تبقى متصلبه مش بتتحرك، يبقى اوتوسكلروزس. وده طيب ايه؟ طيب الاوتوسكلروز اوف ذا اوسيكلز ده اللي هو بتاع مين؟ اللي هو بيجي في الفيميل، ان هو طيب اي اس تمبانوجرام، طيب اي اس تمبانوجرام، ماشي؟ اما الاوسيكلر ديسربشن طيب اي دي تمبانوجرام او تمبانومتري. طب بعد كده عندي حاجه اسمها تروماتيك ديسلوكيشن، خدت خبطه وقامت متحركه من مكانها، او انفلاماتوري نكروزس واديشن مثلا اوسيوميلاتس ولا اي حاجه راحت كلت الايه الاوسيكل. بعد كده الاوستيكان تيوب، حاجه تبقى سد الاوستيكان تيوب، فبالتالي تعمل لي نيجاتيف بريشر في التمبانيك ممبرين وتسحب وتسحب تعمل نيجاتيف بريشر في الميدل اير وتسحب التمبانيك ممبرين عليها تشدها، وتعمل ليميتد موبيلتي للتمبانيك ممبرين، يبقى ميكانيكال اوبستراكشن بالادينويد او النيزوفارينجال تيومر، او انفلاميشن اللي هو اكيوت اوستيكان كتاره، او كليفت بلد اللي هو ايه واحد البلد بتاعه مشقوق، فبالتالي بيعمل ريجارجيتيشن دايما على النوز، او ريجارجيتيشن دايما على الاير، ماشي؟ ريجرجشن على النوز، ومن النوز تمشي في الاوستيكان تيوب، من الاوستيكان تيوب تروح للايه للتمبانيك كافيتي، تعمل لك طبعا ايه انفلاميشن في الايه في الميدل اير. اسباب ده اسباب الكوندكتيف ديت هي اللي جت في الامتحان قبل كده. طب اسباب السنسور نيورال، والله هي ما جتش قبل كده، وعباره عن تجمعات برضو لكل الانر اير، اصلا لكل الانر اير دي تجمعات الانر اير كلها. اول حاجه اللي هو كونجنتال، كونجنتال دي يعني ايه؟ يعني في كونجنتال ابسنس في الانر اير اللي هو هيرديتري اللي هو ابليجي ما اتكونتش خالص، او كونجنتال انومالي في الانر اير. ازاي؟ واحده مثلا حامل في الفيرست تريمستر قامت حصل لها انفكشن بنسميها تورش انفكشن، اللي هو كان عندكم في الكوميونتي توكسوبلازما والروبيلا والسيتو المجالو فيروس والهربس والايه والسيفلس، ماشي؟ طيب ده بتاثر عليه، بتاثر على المذر، وبتاثر كمان على الفيتس بتاعها، وبتعمل له اوتو توكسيستي فين؟ في الانر اير. طب تاني حاجه ممكن الام دي تاخد اوتو توكسيك دراج، ماشي؟ تاثر برضه على الانر اير بتاعت مين؟ بتاعت الجنين. طب تاني حاجه اللي هو نيتال، نيتال ازاي؟ والله الولد هو بتولد دوت ام مخبوط، او حصل له اي فراكشر ولا اي حاجه في العظم بتاع الودن، بنسميها بيرس انجري او نيونيتال انوكسيا، مثلا هو نازل لحد السور اللي لف حوالين رقبته ولا اي حاجه، فعمل له سفوكيشن، اتخنق وما وصلوش اكسجين كويس، فبالتالي انر اير ما وصلهاش اكسجين كويس، فبدا ان هي تموت، بنسميها نيونيتال انوكسيا، ماشي؟ طب بعد كده بوست نيتال، بوست نيتال ازاي؟ انتوا عندكم حاجه اسمها الصفره او الفسيولوجيكال جوندس، في صفره كده بتيجي في العيال اول ما يتولد، وبتبقى مشهوره جدا جدا مع الناس اللي عندها الفيميل اللي عندها ار اتش انكومباتيبلتي، يعني ايه؟ وانت رايح تعمل كده تتجوز ان شاء الله، يعني بيبقى مأذون بيعمل لك شويه ورق كده عشان حكومي، يعني هو اللي بيعمله من غير ما الزوج والزوجه يحللوا ولا يعملوا اي حاجه. المفروض ان هم حللوا ولقيت ان انت عندك فيميل ار اتش نيجاتيف مثلا، لو فيميل ار اتش نيجاتيف بتبدا ان هي تطلع حاجه اسمها انتي بودي للدم نفسه بتاع الجنين بتاعها، تمام؟ بس الجنين الاولاني بيتولد ما عندوش اي حاجه، ما عندوش مشكله، اما الجنين الثاني اول ما يجي تحمل فيه يوم الانتي بودي ده رايح مفكر ان الدم او ريد بلاد سيل بتاع الجنين دوت عباره عن انتيجين، فيعمل فيه انتيجين انتي بودي
رياكشن ويبدا ان هو يكسره، لما يكسره يعمل هيموليسيز في الايه، في الريد بلاد سيل، يتعمل لك ايه، جوندس، بنسميها نيونيتال جوندس. طب الجوندس ديت لو زادت عن حدها ممكن تاثر على الانر اير، بنسميها كرنكترس، ماشي، بسبب الار اتش انكومباتيبلتي لو كانت الفيميل الحامل ار اتش نيجاتيف وابنها ار اتش بوزيتيف اللي هو الابن الثاني، تمام. طب تاني حاجه اللي هو التروما، يبقى كونجنتال تروما اللي هو فراكشر في البيز اوف ذا سكال او الاكوستيك تروما، ماشي، خبطت العصب الايه السمعي اصلا اللي هو الفيستيبيو كوكلير نيرف. تاني حاجه انفلاميشن، انفلاميشن ازاي؟ والله يا اما فيروس شبه الميسلز او المومبس او الانفلونزا، او بكتيريا شبه البكتيريا المننجايتس او التيفود او التي بي او السيفلس، ماشي، او جينيتيك كومبليكيشن من الكورنيك سيبرتيف تاتس ميلي. الانفلاميشن ده كنا بنسميها ايه، نون اوتيتيك لابرينسايتس، نون اوتيتيك لابرينسايتس. انا عندي نوعين من اللابرينسايتس، نوع يجي نتيجه الكومبليكيشن اللي كان اصلا موجود عندي اسمه سيركم سكرايبد او ديفيوز، فاكرين اللي كان سيرس وسيبرتيف الديفيوز ده. طيب وعندي كمان حاجه في الانر اير اسمها نون اوتيتيك. نون اوتيتيك يعني ايه نون اوتيتيك؟ يعني ما هوش جاي بسبب مشكله في الميدل اير، وما جاي بسبب مشكله فين؟ والله فيروس او بكتيريا راحت على طول ضربت الانر اير، تمام؟ يعملوا طبعا اي مشاكل برضه في الانر اير، ويتقسم برضه لسيرس وسيبرتيف، برضه يبقى ممكن يبقى السمع دوت ريفرسبل لو كان سيرس، وسيبر وير ريفرسبل لو كان سيبرتيف لابرينسايتس. بعد كده عندي توكسيك، توكسيك ايه؟ توكسيك كوز، توكسيك كوز دوت يا اما عندك توكسين موجود في جسمك، يا اما توكسين انت جايبه من بره. توكسين موجود في جسمك اللي هو الدايابيتس ميليتس، اللي هو بتعمل حاجه اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوزس، اللي هو الكيتو مبوظ دي بتبقى ايه؟ اوتو توكسيك. تاني حاجه الهايبوثايروديزم اللي هو نقص الثيروكسين، برضه بيبقى اوتو توكسيك. طب تاني حاجه اللي هو اكسوجينوس اللي هو اوتو توكسيك دراجز، اي ادويه بتعمل لك اوتو توكسيستي. طب بعد كده عندك حاجه اسمها فاسكولار سبازم. ايه الفاسكولار سبازم ده؟ والله انت عندك اصلا ارتري مغذي ايه؟ مغذي الودن. ارتري مغذي الودن، الارتر دوت لما يتسد يحصل فيه فازو كونستريكشن، ممكن يحصل فيه ايه، ثرومبس او هيموريدج، يحصل فيه ثرومبس او هيموريدج. لو حصل فيه هيموريدج بالتالي ايه اللي هيحصل؟ الانر اير مش هتتغذى، صح، مش هيبقى وصل لها اي حاجه، يحصل فيها سكيميا، تمام. لما يحصل فيها سكيميا يحصل لك برضه سنسور نيورال هيرنج لوس. الارتر دوت اسمه ايه؟ اسمه انترنال اوديتري ارتري، اسمه انترنال اوديتري ارتري، تمام. لما اجي باجي اعالجه بعمل له فازو دايليتيشن، او ممكن قالوا ان الموضوع برضو ممكن يبقى نتيجه سيمباستيك ستيموليشن، فبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها سيرفايكال سيمباسيكتومي، يعني بايه، بقطع السيمباسيك اللي رايح للانر اير. بعد كده طبعا بيحصل لي برضو فورتايجو وحاجات من ديت، بديله ايه؟ بستبدل الريهابيليتيشن وبركب له سماعه عشان السنسور نيورال هيرنج لوس، تمام؟ ده اسمه الفاسكولار سباز. بعد كده حاجه اسمها الميسلينياس اللي هو المنير او البريسباكيوزس او الكوكلير اوتوسكلوروس اللي احنا اصلا كنا واخدينها فين؟ كنا واخدينها في الاوتوسكلوروس، سواء كانت سواء استبدل او كوكليار او البون ديزيز، اي مرض فين؟ في التومورال بون. طب بعد كده كوكليار نيرف ليجن ممكن ده يبقى من اسباب برضه الهيرنج لوس، اللي هو تيومر في الاكوستيك نيرف اللي هو اكوستيك نيوروما او فيستيبولار شوانوم، تمام. بعد كده برين ليجن اللي هو بنسميها حاجه بنسميها فيرتيبلو بازر انسفيشنسي، يعني ما فيش دم كويس راح للبرين، فبالتالي البرين بيفقد ايه، مركز السمع، بدل ما مركز السمع اللي موجود في البرين ما بيتغذاش كويس، فبالتالي ايه، بيفقد الوظيفه بتاعته، او تيومر او مالتيبل سكلوروس في البرين. طيب السؤال ده بعد كده، اسباب الميكس هيرنج لوس مهم، اسباب الميكس هيرنج لوس مهم، تمام. هتقول له ايه؟ اول حاجه ممكن يبقى فيه كونجنتال ميتال اتريزي ومعاه انر اير انومالي. يعني ايه؟ يعني عندك الاكسترنال الاكسترنال اوديتري كانال مقفول. هل مقفوله بس والمشكله كده؟ لا، لو مقفوله بس والمشكله كده يبقى عندك كونجكتيف هيرنج لوس. طب لو عندك ابسنس اوف كانالايزيشن الاكسترنال اوديتري كانال وعندك كمان ابسنس للقوقعه اللي هي الكوكليا، يبقى حصل لك كونجكتيف وسنسوري، يبقى عندك ايه، ميكسد. تاني حاجه، لما كان عندي تيمبورال بون فراكشر كان عندي حاجه اسمها لونجيتيودنال، كانت الموست كومون وكانت بتحصل بنسبه من 70 ل 90%، وكانت بتعمل لي كونجكتيف سنسوري، بتعمل لي كونجكتيف هيرنج لوس. وكان عندي ترانزفيرس كانت بتحصل بنسبه 10 ل 30%، وكانت بتعمل لي سنسوري نيورال. طب لو حصل تيمبورال بون فراكشر وكان ميكسد، تعمل لي ايه؟ ميكسد هيرنج لوس. تاني حاجه اللي هو كورنيك سايبر تفتوتس ميديا، اللي هو انفورميشن في ميدل اير، ومعاه لابرينسايتس اللي كنا بنسميه سيركم سكرايبد او ديفيوز، بيعمل لي طبعا ايه، سنسور نيورال هيرنج لوس، كانت موجوده طبعا عندي فين، في السيروس والسابرتيف، تمام. طيب لو كان عندي السابيديال وكوكلر اوتوسكلوروز مع بعض، اوتوسكلوروز جايه في الفود بيت اوف ذا سيبس وجايه في الكوكليا، تعمل لي برضو ايه، ميكسد هيرنج لوس. طيب ان بي كده او نوت بوك، الموست كومن كوز اوف كوندكتيف هيرنج لوس از واكس اكيوميليشن. الموست كومن كوز اوف بروجريسيف كوندكتيف هيرنج لوس ان ادلت هو الاوتوسكلوروزس. الموست كومن كوز اوف ديفنس ان شيلدرن از سيكريتوري اوتيتس ميديا. الموست كومن كوز اوف ديفنس ان ايلدرلي از بريسباكيوزس، اللي هو ضعف السمع في الناس العواجيز، تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها الديف ميوتيزم. الديف ميوتيزم ده يعني الاصم الابكم، الاصم الابكم يعني لا بيسمع ولا بيتكلم، ماشي. يبقى ده عباره عن ايه، لوس للهيرنج والسبيتش، سببه طبعا كونجنتال انومالي واكوارد. الكونجنتال ده اللي هو عباره عن كونجنتال انومالي في الانر اير،
تورش انفكشن وكرنكترس واكوايرد اللي هو منجايتس او سكندري لابرنسايتس او برضه ايه الميسلز والايه وبيرستروما. تمام. التريتمنت بتاعه طبعا بتلبس له بتركب له سماعه او بتزرع له قوقعه اسمها كوكلير امبلانتيشن اللي هو عمليه زراعه القوقعه ورهام ساعد. بقى رهام ساعد بتعمل عليها حلقات كتير جدا هو كوكلير امبلانتيشن. طب تاني حاجه ان بنخليه ان هو يتعلم ايه؟ يتعلم قراءه الشفايف، يتعلم قراءه الشفايف لانه ما هو سمعك اصلا. تمام. يتعلم قراءه الشفايف اللي هو لي بريدنج ماشي، وتلبسه سماعه زي ما قلت اللي هو هيرنج ايه. طيب بعد كده عندي التنتس ده عمره ما جاء قبل كده في الامتحانات يعني، مثال ان احنا نفكسه فاكس يعني. طب بعد كده عندي الاوتوريه، الاوتوريه ده مهمه جدا جدا جدا. الاوتوريه دي عباره عن ايه؟ والله اما يبقى بيورلاند تشارج شو مكان موجود في الفرانكيولوزس اللي بتاع الاكيوتس اكسترنا او الكوليستياتوم. طب ميوكود او ميكو بيرلاند شبه الاكيوت سيبرتيف او الكورنيك سيبرتيف بتاع التيبوتن بانك ماشي. طب بلاد شبه مين؟ تروما في الايه؟ في الاكسترنال اير او الاكسترن او التمريك ايه من بين الواد درام او فراكشر في التمبرال بون اللي كان بيعمل لي حاجه اسمها هيمو تيمبانم يعني دم ورا التمبانيك ميمبرين. طب انفلاميشن شبه مين؟ شبه المرنجاتس بلوزا هيمراجيك كان بيتعمل لك حاجه اسمها سيرو سينجونس ديشارج يعني ايه؟ سيروس فلويد ومعاه ريد بلاد سيل، ريد بلاد سيل كاست او معاه شويه دم. طب او اكيوت سيبرتوس ميديا ومعاه بيرفوريشن اللي كانت بنسميها بيرفوريتد ستيج ماشي، وعندي كورنيك سيبرتوس ميديا ومعاه جرانيوليشن تيشو برضه بيبقى ايزلي بليدنج. ايه اللي كان معاه جرانيوليشن اللي هو الاتيكو انترال برضه. طيب ومعايا اوتاتس اكسترنا وفي برضه جرانيوليشن اللي كان اسمها مالجنانت اوتاتس اكسترنا. تمام. طب التيومر شبه الجلوماس تيومر لانه كان عباره عن هايلي فاسكولار. طيب بعد كده عندي الوتر اوتوريه، الوتر اوتوريه ده اللي هو سي اس اف ماشي، ده جاي نتيجه ايه؟ فراكشر في التمبورال بون او انترا اوبريتيف يعني وانا اثناء العمليه متخبط الايه؟ متخبط الديوره اما فتح لي ايه؟ فتح لي البرين كده او فتح لي السي اس اف اللي موجود في البرين على الايه؟ على الميدل اير وقامت نازل من الميدل اير. طب تاني حاجه اللي هو سبونتينيوس سي اس اف اوتوريا، سبونتينيوس ده غالبا غالبا سببه الهايبر تنشن، غالبا غالبا سببه الايه؟ الهايبر تنشن. تمام. طيب نيجي للمهم بقى اللي هو الفرتايجو. الفرتايجو بتاعي عباره عن يعني ايه فرتايجو اصلا؟ فرتايجو يعني تحس ان الارض بتلف بيك ماشي، اللي هو ديستربد ريليشن شيب ما بين الانديفيدوال والانفايرمنت، تحس ان الارض بتلف بيك. اكتب كده جنبها عشان تفتكر. عباره عن ايه؟ روتيتري موفمنت، حركه دائريه ماشي. طيب بعد كده ايه انواعها؟ انواعها ديت هي اللي مهمه وهي اللي بتيجي نظري. والله انواعها تبقى تقسم لجزئين او تقسم لثلاث اجزاء. اول حاجه حاجه اسمها بريفرال كوز وحاجه اسمها سنترال كوز. البريفرال ده بنقسمه الى فيستيبولار ماشي، فيستيبولار لابرنساين كوز، وعندي حاجه اسمها سنترال ماشي. السنترال ده بنسميه فيستيبولار نيرف وسنترال ماشي، فيستيبولار نيرف وسنترال. يبقى البريفرال ده عباره عن فيستيبولار لابرنساين كوز ومعاه فيستيبولار نيرف كوز. طب السنترال حاجه في البرين، حاجه في السنتر اللي موجود في البرين زي مين كده؟ شبه الابر موتور نيورون باراليسيس واللور موتور نيورون باراليسيس. تمام. طيب اول حاجه البريفرال كوز، قلت لك والله ان المينير ديزيز او اسبابها ايه؟ اسبابها والله فيستيبولار لابرنس كوزز، وده اول حاجه اللي هو ديوباسيك زي ما قلت لك في المينير ديزيز ماشي. المينير ديزيز اكتب كده جنبه ان ده الموست كومون بريفرال كوز اوفر تايم. طب تاني حاجه اللي هو بناين بارجزنا بزون فيرتيجو برضه، والموشن سيكنس اللي هو دوار البحر كده ولو انت راكب عربيه او راكب ايه؟ مركب. طب التروماتيك اللي هو تمبر بون فراكشر يعمل لك برضه بريفرال، او بريف تروما شبه الاستابيديكتوم انا مشيت في البيت اوف ذا ستيبس، او اللابرنسان ميمبرين رابتشر نتيجه الاندونيمف اللي جامد اللي موجود جوه الساك الاندونيمفاتيك ساك، او كونكشن اوف ذا برين في الشرع بقى ان شاء الله، او ايه؟ او انجري اوف ذا نيك ماشي. بعد كده الفاسكولار، الفاسكولار ده بسبب ايه؟ والله الفاسكولار انسفشنسي مش ما فيش مغذي الكوكلا كويس او نزيف او ثرومبوس. طب توكسيك، توكسيك اللي هو ايه؟ اوتو توكسيك اللي هو ادويه، الادويه دي بنسميها اكسوجينوس توكسين واندوجينوس توكسين. الاكسوجينوس اللي بنسميها الستريبتومايسين هو توكسيك دراج. طب الاندوجينوس اللي هو اليوريك اسيد لما يزيد يعمل له يوريميا، او برضه عندك الدايابيتيك كيتو اسيدوزس او الايه الجوندس الصفراء نفس الكلام. انفلاماتوري اللي هو لابرينسايتس ونيوبلاستيك اللي هو اكوستيك نيوروما او فيستيبولار شيمانوما. بقى ده عباره عن انيوميريت بس كده كنا قلناه اصلا قبل كده، بس تقول لي الايه؟ الام سي كيو دهوت اللي هو المنير ديزيز هو اشهر حاجه في البريفر. طب تاني حاجه اللي هو الفيستيبولار نيرف كوز، الفيستيبولار نيرف كوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيستيبولار نيوريتس او اكوستيك نيوروما اللي احنا قلناهم اصلا دلوقتي. طب بعد كده سنترال كوزز، السنترال كوز عباره عن ايه؟ بنقولها في كلمه ايه؟ فاسكولار وبعد كده انفلاماتوري وديوباسيك وتروما ماشي، في اي اي تي. فاسكولار اللي هو فيرتبرو بازلر انسفشنسي يعني ايه؟ يعني البرن ستيم اللي كان عندك دهوت ما هوش وصل له بلس سبلاي كويس، والبرن ستيم ده موجود في الايه؟ الاوديتري سنتر، الاوديتري سنتر، فبالتالي يحصل فيه مشكله في السمع ويحصل لك مشكله في الاتزان كمان، يبقى فيرتبرو بازلر انسفشنسي ماشي؟ وبازلر ارتري ميجرين، بازلر ارتري ميجرين صداع نصفي.
طب بعد كده التي اللي هو تروماتيك اللي هو برين كونكشن، وانفلاماتوري اللي هو برين ابس او انكيفالايتس، او ممكن يبقى عندي ساك موجوده في البرين ستيم بنسميها سرينجيو بالبيا، بنسميها سرينجيو بالبيا. السرينجيو بالبيا ديت عباره عن سيست كيس كده موجود في البرين ستيم، سيست موجود في البرين ستيم ماشي. او مالتيبل سكلوروس طبعا فين؟ في البرين ستيم وفي البرين تمام. طب التجميع ديت برضو مهمه بتاعت الفرتيجو وتزود هيرنج لوس. اول حاجه اول حاجتين احنا قلناهم قبل كده اللي هو بناين باروكسيزمال بوزيشنال فرتيجو، ما بقاش فيهم هيرنج لوس، والفيستيبولار نيورايتس هم زي بعض بالظبط اصلا. طب تاني حاجه الفيرتيبرو بادر انسفشنسي، ممكن يعمل لك فرتيجو ما يعملكش ايه؟ سنسور نيورال هيرنج لوس. تاني حاجه السنتر كوز اوف فرتيجو اللي هم بتوع في اي اي تي دول كلهم بيعملوا فرتيجو ما يعملوش ايه؟ سنسور نيورال هيرنج لوس. اخر سبب اللي هو جنرال كوز، واحد مثلا ضغطه واطي بعد ما قام من النوم، هل ضغطك هل معنى ضغطك واطي ان انت عندك مشكله في السمع؟ لا، مشكله بس في الاتزان اللي هو الايه؟ يعمل لك بس ايه؟ فرتيجو تمام. طب اخر حاجه عندي اللي هو الايه؟ الايريك. الايريك ده جاء اسبابه كتير جدا قبل كده. يعني ايه ايريك؟ يعني بين ان ذا اير. اسبابه ايه؟ والله لوكال كوز او ريفيرد اوتولوجي. اللوكال كوز حاجه في الاكسترنال اير اللي هو شبه البريكوندرايتس والفورم بادي والديفيوز اكسترنال والفرانكيروزس والمنجاتس بلوز هيموراجيكا بتاعت الانفلونزا والمالينجنت اوتوس اكسترنال والهربز زوستر اوتيكاس والنيوبلازم. شوف فاكر اي حاجه لما كنت بقول لك اكتب دي اي دي ديفنس ايريك ديستشارج؟ ما هو الايريك ده جاي بسبب كل الكلام ده اصلا. طب ميدل اير ديزيز اللي هو اكيوت اوتيتس ميديا والكومبليكيت سيبر اوتيتس ميديا والمالينجنت ديزيز، طبعا في الايه؟ في الليت ستيج، في الليت ستيج مش في الاول. طب بعد كده ريفيرد اوتولوجي. الريفيرد اوتولوجي عندي بتحصل بسبب اربع حاجات. اول حاجه يا اما الريتيشن للفيفث كرينيال نيرف اللي هو تراجيمينال، او للتاسع اللي هو الايه؟ جلوسوفارينجيال تمام، او للعاشر اللي هو الفيجوس. التاسع ده كان بيطلع لي حاجه اسمها جاكوبسون نيرف، والفيجوس كان بيطلع لي حاجه اسمها ارنولد نيرف تمام. طب الخامس ده مشكله فين؟ التراجيمينال نيرف ده اصلا كان بيعمل ايه؟ والله ده كان بيعمل سبلاي لايه؟ للنوز والنيزوفارينكس، كان بيعمل سبلاي للنوز والنيزو فارنكس اللي هو سنسيشن يعني. طيب فقال لك لو كان في ليجن في النوز او الساينس اللي موجود في النوز برضه يحصل لك ايه؟ يحصل لك ارتيشن في الفيفث نيرف اللي هو التراجمنال. بعد كده الارتيشن دوت او البين دوت يوصل لفين؟ يوصل للودن، لان برضه التراجمنال مغذي الودن تمام. يبقى لو كان عندك ساينسايتس او لو كان عندك بريشر في الميدل تيرمينال، الكلام ده طبعا في النوز الميدل تيرمينال ده يبقى موجود فيه ثلاثه ساينس هنبقى ناخدهم ان شاء الله وقتها ماشي. لو حصل فيهم ساينوسايتس اللي هو التهاب، او حصل فيهم الميدل تيرم كبر، او حصل عليه بريشر او اي حاجه ضغط عليه تضغط على الساينس ده برضه وتعمل لي ايه؟ ساينوسايتس، التهاب في الجيوب الانفيه. ثاني حاجه عندي حاجه اسمها سيبتال سبار. يعني ايه سيبتال سبار؟ يعني ديفيشن اوف ذا سيبتال كارتليج، يعني ايه؟ اعوجاج في الحاجز الانفي ماشي. اعوجاج في الحاجز الانفي برضه يعمل لك بين، بالذات لو كان سبار. سبار ده عامل شبه السهم، عامل شبه السهم ويبقى له بوز مدبب. البوز المدبب ده ممكن يعمل ايه؟ يخبط الميكوزا. يعني عندي نوز كده ماشي، بس الكارتلج قام عامل المنظر ده، دخل عمل شبه حرف الثمانيه جوه كده. طب البوز بتاعه ده هيعمل ايه؟ هيخبط الميكوزا، ممكن يعمل لك نزيف، ممكن يعمل لك بين اللي هو ايه؟ بين في النوز، وبعد كده يعمل لك ايريك لانه برضه متغذي بالترايجيمينال ماشي. طب تاني حاجه يبقى اول حاجه مشكله في النوز والساينس، تاني حاجه مشكله في النيزوفارنكس. يبقى اكتب كده ورايا زي ما انا بقول بالترتيب ده، مشكله في النوز والساينس، تاني حاجه مشكله في النيزوفارنكس. ايه المشكله في النيزوفارنكس؟ زي ما خدنا الفارنكس، والله لو عملت الادنويد وشلت العمليات او شلت اللحميه ديت ممكن اخبط التراجمنا النيرف، او لو كان عندي نيوبلازم في الايه؟ في النيزوفارنكس اللي هو كان اسمه نيزوفارينجال كارسينوما، كان بيضرب كل النيرفات من ضمنها مين؟ من ضمنها برضه التراجمنا صح. طيب بعد كده حاجتين في الماوس، يبقى حاجه في النوز والساينس وحاجه في النيزوفارنكس، يبقى حاجتين في النوز هما. بعد كده حاجتين في الماوس، حاجتين في الماوس. ايه الحاجتين اللي في الماوس؟ ليجن في التيس او الايه؟ او الجو، مشكله في السنان او مشكله في الفك اللي هو كارياس تيس، او امباكتد وزدم تيس اللي هو ضرس العقل، او اوستيو ارثرايتس في التيمورو مانديبولار جوينت. كل الاماكن دي هتمشي فيها تراجمنال، يبعت البين على الودن يعمل لي ريفيرد وطلج. طب بعد كده مشكله في الماوس اللي هي ليجن في السليفري جلاند، بنسميها ايه؟ بنسميها سيالادينايتس، او مشكله في الضغط بتاعها بنسميها كالكيولوس ماشي. احنا خدنا السليفري جلاند دي كان فيها مشكله، او السيالادينايتس دي فين قبل كده؟ خدناها في اللودفيج انجينا، خدناها في اللودفيج انجينا لما كانت بيحصل لي سيلولايتس فين؟ في السمن ديبلر ريجن تمام؟ كانت بتعمل لي برضو انفلاميشن في السليفري جلاند، كنت اكتب جنبه سيالا دينايتس. طب كده اثنين واثنين. بعد كده اللي هو رقم خمسه اللي هو التراجمنال نفسه، رقم خمسه اللي هو العصب الخامس نفسه اللي هو مين؟ اللي هو التراجمنال نيورالجيا. يعني ايه؟ بين في التراجمنال نيرف او في التراجمنال جانجليا، جاي نتيجه مشكله في التراجمنال جانجليا. يبقى ده رقم واحد الفيفس. طب رقم اثنين العصب التاسع. العصب التاسع اللي هو الجلوسو فرينجر. الجلوسو فرينجر ده كان بيغذي ايه؟ اكتب كده ورايا، اكتب ان هو كان بيغذي اللسان، كان بيغذي اللسان
بيغذي الاوروفارينكس، كان بيغذي اللسان وكان بيغذي الاوروفارينكس. يغذي اللسان ازاي؟ لو عندك مشكله في الطنج برضه اللي هو جزء من الاوروفارينكس يعني، صح؟ اللي هو اثر في الطنج نتيجه الهيربس او نيوبلازم او تيومر في الطنج، يعمل لك ايه؟ بارتيشن في جلوس فارينجال، او وبعد كده يروح للجاكوبسون النيرف اللي راح يغذي الاير، فيعمل لك اريك او يعمل لك ريفيرد اوتولوجي. طب تاني حاجه، لو كان عندك مشكله في الاوروفارينكس، شبه مين بقى؟ شبه كل الحاجات اللي احنا خدناها في الفارينكس اصلا، او في الاوروفارينكس ده، اللي هو الاكيوت الاكيوت فارينجاتس او التونسيلايتس، او لما اعمل عمليه برضو بتاعه التونسل اللي هي بوست تونسيلوكتومي، او بيرتونسولار ابسس او بارافارينجال ابسس او ريتروفارينجال ابسس، او تي بي او اثر او نيوبلازم. شوف كل الكلام اللي خدناه في الفارينكس او في الاوروفارينكس ده تكتبه هنا تاني، تمام؟ يبقى مشكله في الماوس اللي هو ايه؟ اوروفارينكس وطنج. طب تاني حاجه، مشكله في الجلوس فارينجال نيرف نفسه، ازاي؟ والله كان عندي حاجه اسمها الونجيت السالوت بروسيس، ده كنت بستخدمها امتى؟ كنت بعمل حاجه اسمها تونسيلكتومي، كنت بعمل حاجه اسمها تونسيلكتومي، ماشي؟ كان من ضمن الانديكيشن اللي كان اسمها اذر انديكيشن بتاعت التونسيلكتومي، كان قلنا كلمه ايه؟ تضيف عمليات، تضيف عمليات. العمليات كان من ضمنها مين؟ اليوفيلوبالات وفرنجي بلاستي والالونجيت السالوت بروسيس. والالونجيت السالوت بروسيس ليه بقى؟ لانه بيبقى ضغط على الجلوس فرنجال نيرف. طب وهناك برضو كان عندك ايه؟ جلوس فرنجال نيورولوجي، هنا برضو مكتوبه هي، يبقى الونجيت السالوت بروسيس وجلوس فرنجال نيورولوجي، ده هتلاقيها مكتوبه فين؟ في الاذر انديكيشن اوف تونسيلوكتومي، في الاذر انديكيشن اوف تونسيلوكتومي. كنت قلت لك اكتب تضيف عمليات وثلاث عمليات، تمام؟ طيب يبقى ده التاسع. طب العاشر اللي هو الارنولد نيرف اللي جاي من الفيجاس. الفيجاس ده بيغذي مين؟ اهم حاجه بيغذي اللارنكس، بيغذي اللارنكس وبيغذي برضه الايه؟ الفارنكس. طب بيغذي اللارنكس، يبقى عندي لو عندي اي مشكله في اللارنكس او اي مشكله في الهايبوفارنكس يبدا يحصل لي ايه؟ ريفيرد اوتالجيا. طب ايه المشاكل اللي في الهايبوفارنكس؟ ايه الاورام اللي خدناها في الهايبوفارنكس؟ اللي هو البايرفورم فوسا والبوست كريكود ايه؟ كارسينوما، تمام؟ اللي هو مريجنت تيومر في البايرفورم فوسا او بوست كريكود كارسينوما. وقلت 100 مره ان البايرفورم فوسا الموست كومون، والبوست كريكود ديت هي الايه؟ الليست كومون ايه؟ تيومر في الهايبوفارنكس. طب تاني حاجه كانسر لارنكس، كانسر لارنكس ده ليه؟ لان والله ان الفيكاس دوت كان بيودي لي برانشين، حاجه اسمها ريكورنت لارنجال نيرف وسوبيرو لارنجال. الريكورنت لارنجال كان بيغذي لي كل عضلات اللارنكس اكسبت الكريكوسيرود مصر، كانت بتتغذى بالسوبيرو لارنجال. طيب فبالتالي كل العضلات كده هتتشل، فيحصل لي ايه؟ يحصل لي لو حصل كانسر لارنكس يحصل ارتشن للفيجاس نيرف، ويحصل ايه؟ ويحصل ريفيرد اوتالجي، لان الفيجاس بيغذي الودن. تاني حاجه التي بي اوف لارنكس، التي بي اوف لارنكس برضه بيعمل السر، وبالتالي يعمل ايه؟ او يضغط على الفيجاس برضه يعمل فيه فيجاس السر، ويعمل ريفيرد اوتالجي، يعمل لي ريفيرد اوتالجي، تمام؟ طيب اخر حاجتين اللي هو السكند والثيرد سيرفايكال نيرف، سكند والثيرد سيرفايكال نيرف دول طالعين من السيرفايكال سباين، من الفقرات، ماشي؟ فبالتالي لو عندي ارثرايتس او اي انفلاميشن في السيرفايكال سباين ممكن يعمل لي كومبريشن على السكند والثيرد سيرفايكال ايه؟ نيرف. تاني حاجه لو عندي انزلاق غضروفي اللي هو سيرفايكال ديسك ليجن ممكن برضه يعمل لي ايه؟ ارتشن السكند والثيرد سيرفايكال سباين اللي برضه بيغذوا الودن، فيحصل لي ايه؟ يحصل لي بين، ويحصل لي ريفيرد اوتولوجي. تمام؟ كده خلصنا تاني جزء فين في الحصه؟ كده خلصنا تاني جزء في الحصه. طبعا انا بقول بسرعه الحاجات المهمه، بقول بسرعه وبقول الحاجات المهمه، تمام؟